ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، وذلك بمشاركة السفير البابوي بمصر. ولمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير، ترأس في 17 من سبتمبر الجاري صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر قداس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بكلية العلوم الدينية بالسكاكيني، وذلك بمدرسة القلب المقدس بغمر بالقاهرة. جاء ذلك بمشاركة سيادة المطران نيكولاس هنري السفير البابوي بمصر وصاحب نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إبرشية الجيزة والفيوم وبنسويف للأقباط الكاثوليك، والأب الدكتور أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى دارس وخريج الكلية. وألقى غبطة البطريرك العظة حول تاريخ كلية العلوم الدينية بالسكاكيني مقدمة للتهنئة لخريج هذا العام، كما تمنى التوفيق للدارسين خلال العام الدراسي الجديد. وتلا صلاة القداس الكلمات المختلفة، ومنها كلمة سيادة المطران نيكولاس هنري السفير البابوي بمصر والأب الدكتور أندراوس فهمي مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني والأب عماد كميل مدير الدروس بالكلية، بالإضافة إلى تكريم الخريجين والمتفوقين لهذا العام.